ما زلنا وياكم مشاهدينا في جولاتنا الميدانية، وهالمرة من مجمع الأفنيوز راح نتكلم عن فعالية الانتعاش أو الانعاش القلبي الرئوي تحت شعار ننقذ نعتني. طبعا هذه تقيمها إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة بهدف زيادة وعي المجتمع ونشر الثقافة الطبية الصحيحة من خلال نشر المعلومات الصحيحة وتدريب المجتمع على الاستخدام أيضا الصحيح للانعاش القلبي الرئوي. علشان كذي راح نعرف أكثر عن الفعالية ينضم لنا الزميل فيصل جاسم مراسل قناة الأخبار. صبحك الله بالخير فيصل، وعسى أنعشت، عسى تدربت، عسى سويت شيء مفيد اليوم، عسى تعلمنا عنه وإحنا نستفيد منه. صباح الخير نجيب، وتحية طبعا للزملاء معك بالاستديو، وتحية لكل من يشاهد برنامج شراقة كويتية على قناة الأخبار. احنا من الساعات الأولى في مجمع الأفنيوز مع البوث اللي ورانا الخاص بالطوارئ الطبية سوينا كل اللازم لإنقاذ أو لتعلم إنقاذ مهارات الحياة، ولتفاصيل أكثر إن شاء الله ينضم معنا مدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي. دكتور صبحكم الله بالخير، يعطيكم الصحة والعافية على هذه الجهود. نبي نتكلم أكثر على شهر التوعية شهر أكتوبر في ما يسمى الإنعاش القلبي والرئوي وهذه المهارات لإنقاذ حياة الإنسان. أول شيء اسمح لي أن أتقدم بكلمة شكر لأسرة البرنامج والأخوة والأخوات المشاهدين. نعمل لنتميز، ننقذ ونعتني، وهذه الشعارات ومعن نصنع الفرق. هذه الشعارات هي عنوان لحملة، هذه الحملة هي حملة شهر أكتوبر للإنعاش القلبي والرئوي. في أدبياتنا نسعى في غاية كبيرة جداً أنه 10% من المجتمع يكون لديهم مهارة الإسعاف الأولي. نريد مسعف في كل بيت، في كل حي، في كل مدرسة، في كل بيئة عمل، في المطار، في المسجد، في كل مكان. هذه المنصة لا نملك إلا أن نغتنمها، لأنها تجسد التعاون بيننا وبين القطاع الخاص من خلال مول صحي اللي هو مجمع الأفنيوز. نحاول نتواصل فيها ونجسر مع المجتمع، لأن مرتادي السوق من كل الأجناس، من كل الأعمار، من كل الجنسيات، بكل اللغات. فضلاً عن ذلك احنا سعداء جداً بأن حتى المحلات اللي موجودة وبعض الإدارات أتتنا لتصنع فرقاً. الأمس كان عندنا كذا موجة من العاملين في الأفنيوز، واليوم نفس القضية، محلات كارفور يمكن تشوفونهم أنتم بالخلفية استطاعوا أنه يكونون معنا لتعلم هذه الأبجديات. نتوقع خلال الثلاثة أيام اللي هي بدأت الثلاثة وأربعة واليوم الخميس راح تنتهي الساعة 10 في الليل، أن يوصل عدد المستفيدين في حدود 1000. فأبشركم اللي يسمعونا لأول مرة أن الفرصة متاحة ليس فقط لنهاية دوام اليوم، ولكن أيضا في سلسلة من المجمعات الصحية الأخرى. سنكون في 360، سنكون في البروميناد، سنكون بالبوليفارد، بالإضافة إلى كليات العلوم الصحية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. من خلالها نحن نكرس هذا الشيء، ونريد فعلا أنه هذه الثقافة تكون مشاع بدون سعر، وعندنا قصص كيف استطاعت هذه الدقائق أن تنقذ حياة. قسم تنمية المجتمع كان بهذا الموقع قبل فترة واستطاع حقيقة أن ينشر هذه الثقافة. رئيس قسم تنمية المجتمع أو قسم خدمة المجتمع صادق كرم اتصل في شخص قال عيست لقيتك، قال له خير، كان يقول له 7 دقائق أنقذت حياة، فقال له شلون، كان يقول تعلمت كيف أتعامل مع القصة. يعني يقول وفي الجمع العائلية واحدة من بناتنا شرقت وصارت سودة وبدأت تفقد وعيها، وفي هذه اللحظة تذكرت كل المهارات فطبقت عليها لغاية ما طلعت الفورين بودي أو اللي كان يعني موقف التنفس عندها. فلا لا نستهين بهذه الدقائق، لا نستهين بالفرصة، ويجب اغتنامها. وأنا سعيد حقيقة وفخور بالتعاون اللي لقيناه من إدارة المجتمع، من الشغف اللي موجود عند زملائي من فنيات الطوارئ الطبية.